بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بفوز عريض وخساره كبيره تنتهي مباراه الاهلي والترجي قبل لحظات. الاهلي والرجاء. الاهلي، انا قلت ايه؟ الترجي. الترجي والرجاء نفس المعنى. الاهلي والرجاء بفوز كبير للنادي الاهلي 4-1 وخساره فنية بفقدان واحد من أهم لاعبي النادي الأهلي الكابتن حسام عاشور للإصابة. نرجو أن تكون خفيفة، وإن كانت هناك شكوك كبيرة فأن يلحق بمباراة النجم الساحلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين. وهذا اللقاء الاضطراري، لقاء الاثنين الاضطراري، غبنا عنكم يوم الخميس لظروف مباراة الأهلي والاتحاد، فما كانش ينفع نغيب عنكم النهاردة كمان، فاضطراريا بنشتغل نص الوقت، ساعة ونص فقط. احسن من مفيش. صحيح، نشتغل ساعة ونص فقط مع حضراتكم عشان نطمنكم تماما بإذن الله. أولا على مسيرة الأهلي قبل مباراة مهمة جدا مع النجم الساحلي، والأهم منها ما يثار في الساحة الرياضية من لغط كبير حول التحكيم. حلقة رغم قصر وقتها، لكن نتمنى أن تفيد حضراتكم فيما لديها من عناوين. الرجاء الوصول للنجم. الاتحاد بداية النجمة الرابعة. قلنا العدالة فين؟ قالوا الخطأ متعة. ده موال ده ولا ايه؟ كنا بنتكلم يا باشمهندس، اتحاد الكورة والعفو العام اللي عمله، كمان هو عنده بعض العروض لتجهيز المنتخب لفترة القادمة، هيلعب مع الامارات وديا قبل مواجهة غانا. والمهندس إيهاب ليطة المدير الإداري للمنتخب قال أنه تمت الموافقة من قبل الجهاز الفني على إقامة هذه المباراة الودية مع المنتخب الإماراتي يوم 9 نوفمبر، ويسافر منها مباشرة المنتخب، يعني يلعب في دبي ويسافر مباشرة على أكرا لمواجهة المنتخب الغاني في المباراة الختامية الشرفية اللي ما بقلاش أي لازمة، ومش محتاجين منها حاجة غير أن احنا نحاول نقدم عرض كويس يليق بفريق تأهل إلى كأس العالم. بمناسبة الإمارات أيضا، الشارقة الإماراتي بيستغني عن مدربه البرتغالي جوزيبي سيرو. فاكرين حضراتكم جوزيبي سيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، كان مشي من النادي الأهلي في أثناء فترة عاده، كان عنده عرض كبير من بورتو البرتغالي الشهير. الرجل اعتذر ساعتها ومشي في منتهى الاحترام، وتحمل هو وبورتو ايضا دفع الشرط الجزائي للنادي الاهلي، ما وفقش مع بورتو، تم الاستغناء عنه، ثم تعاقد معاه الشارقه الاماراتي. الجديد انه الشارقه حسب المتحدث الرسمي للنادي الاماراتي بيعلن عن فسخ التعاقد مع جوزيبي سيرو وتكليف المدرب الوطني عبد العزيز العنبر بقياده فريق الشارقه. بسيرو حظه قليل يا باشمهندس. لا ده حظه كبير قوي. مين كان هيعرفه لما جاش النادي الاهلي؟ قليل في ايه؟ اتعرف اهو. اتعرف. في جوله سريعه بقى لنتائج النشاط الرياضي في النادي الاهلي في مختلف الالعاب، هقول لكم انه بعثه فريق اليد وصلت الى تونس للمشاركه في البطوله الافريقيه اللي هتقام في تونس من 19 ل 30 اكتوبر. بيشارك الاهلي والزمالك مع بعض يا باشمهندس، عندك القرعه. عندي القرعه، والاهلي والزمالك بيشاركوا. الاهلي المجموعة الأولى برئاسة الترجي مع كيمن الكونغولي وفاب الكاميروني والجيش الرواندي. الكونغو والكاميرون من الدول الإفريقية المتقدمة في كرة اليد. المجموعة الثانية الزمالك وداد سمارة المغربي، برضو المغرب بتتقدم، إنما ريد ستار الإيفواري وفونيكس الجابوني والاتحاد الليبي معلوماتهم مبهمة عندي شوية. بالنسبة للنادي الأهلي في المجموعة الثالثة، ودي مجموعة قوية بقى، النادي الاهلي مع الحمامات التونسي المنظم، ودايما لما تونس بيخش منها فرقتين، فرقه بتنظم بتبقى دعم نفسها بقوه. يعني بتبقى احد الفرق المرشحه للوصول الى الدور النهائي. فالاهلي وحمامات الحمامات التونسي مع فانز الكاميروني واو سي اي الكونغولي والاهلي الليبي. يعني برضو الكاميرون والكونغو مع النادي الاهلي والاهلي الليبي. انا ما اعرفش مستوى كره اليد في ليبيا الحقيقه، بالنسبه لي غامضه شويه. انما قطعا شمال افريقيا كلها بيبقى عندها فرق
في كل الالعاب على مستوى تكتيكي على الاقل جيد جدا، ويلعبوا بروح عاليه وبيقدروا يدعموا وبيقدروا يعني اعتقد دي مجموعه هي دي اقوى مجموعه، اعتقد ان دي اقوى مجموعه. المجموعه الاولى فيها الترجي وكايمن الكونغولي وفاب الكاميروني والجيش الرواندي. الزمالك بيلعب في المجموعه الثانيه، معاه فيها وداد سماره المغربي وريد ستار الايفواري وفونكس الجابوني والاتحاد الليبي. يعني دي لقطات من وصول بعثه الاهلي الى تونس. الحقيقه البعثه ضمت الكابتن عاصم حمادي المدير الفني، والكابتن محمد عادل مدرب عام، واحمد قادري طبيب الفريق، وحسام ابو قريش مخطط الاحمال، ومحمود رمضان الطبيب، ومحمد العطار المدلك، ومحمد سليمان محلل فني. اللعيبه اللي هتمثل الاهلي في البطوله: هادي رفعت وسيد محمد ومحمد عصام ومحمد عبد الوارث ومحمد ابراهيم وعمر حجاج ومصطفى خليل وممدوح طه وعمر الاليوبي ومحمود زكي ومحمود فايز وعمر الوكيل اللي هو بكار، وايضا محمود عاصم واحمد حسام وابراهيم المصري واسلام حسن واحمد عبد الرحمن وعبد الحميد السيد كامل. دي قائمة يعني الاهلي في هذه البطوله. والاهلي والزمالك سافروا مع بعض على طياره واحده، لكن انا ليا ملاحظه على تشكيل النادي الاهلي انه يعني اتغير تغيير جذر خلال السنتين اللي فاتوا دول. يعني في اسماء كبيره طلعت منه واحترفت، بعضهم في تونس. ويعني لكن شايف ان عدد كبير من الناشئين اثبتوا جدارتهم مع الفريق الاول، واصبح محمد ابراهيم ومحمد عبد الوارث والاليوبي عناصر الخبره القديمه في الفريق. ارجو انه باذن الله المستوى الجيد اللي شفناه منهم في الموسم الماضي في الدوري المحلي، هم اصحاب اللقب خلي بالك، يعني انه يدافع الاهلي باذن الله عن لقبه في المجموعه اللي زي ما اشار ليها المهندس عادلي، معاه الحمامات التونسي ومعاه الاهلي الليبي، يعني فريقين عربيين، ومعاه فانز الكاميروني واو سي اي الكونغولي. رجال السله بقى في النادي الاهلي ايضا بيفوزوا على في بطوله القاهره على فريق الطيران في مباراه اقيمت في صاله عبد الله الفيصل، انتهت المباراه 87-61. وفريق سيدات الاهلي كمان فاز على مدينه نصر في بطوله القاهره 110-37. واضح ان السكور بياكد التفوق الكبير لفريق النادي الاهلي بقياده الكابتن ايهاب الالف المدير الفني الكفء، اللي بياكد سعادته بالمستوى العالي اللي بتظهر عليه انسات الاهلي في البطوله. كمان شباب الطايره في النادي الاهلي بيفوز على طلائع الجيش، وفوز الشباب في فريق 19 سنه على الجيش ده فوز مهم، لانه مستقبل المنافسة في الفريق الأول واضح جدا في السنين الأخيرة بين الأهلي وطلائع الجيش بنسبة كبيرة. فلما فريق الشباب يفوز على فريق طلائع الجيش 3-0 ده بيشير إلى تقدم مستوى فريق الأهلي في المنافسة البينية. وأشار الكابتن جابر عبد السلام المدير الفني بالمجهود الكبير اللي ظهر به لاعبو الأهلي في هذه المباراة، وأوضح أنه قام بتصعيد بعض لاعبي 17 و16 سنة لدعم فريق الشباب 19 سنة. انك انت الفرق تتطعم باللي تحتيها، هو ده اللي بيعمل تواصل الاجيال ونقل الخبرات. مرتبط بنات اليد كمان فاز على مدينة نصر في الدوري بفوز مريح 63-17. واكد الكابتن محمد راضي مدرب الفريق ان المباراة كانت جيدة وانه مطمئن على مستوى انسات الاهلي في الهاندبول. دي جولة سريعة في النشاط الرياضي، لأنه الحقيقة الناس بتعمل مجهود كبير وبتحقق نشاط كتير قوي جدا ولا تلقى الضوء الكافي. فنتمنى بإذن الله تعالى في كل حلقة نحاول نشير للنتائج اللي بتتحقق في قطاع النشاط الرياضي. زي النهاردة من كام؟ من 12 سنة، يوم 15 أو 16 أكتوبر 2005 الأهلي فاز على الزمالك 2-0. كانت دي مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. بس المهم أنه لما صعد الأهلي لعب النجم الساحلي وفاز عليه 3-0 وحقق اللقب، ففال برضو وعليه الكمال إن شاء الله. الأهلي فاز على الزمالك زي النهاردة من 12 سنة 2-0. الجونين للفنان عماد متعب والزئبقي محمد بركات، نفكر حضراتكم بيهم. ما
كرات القدم توصل لابو تريكا، ابو تريكا محمد ابو تريكا، واللمسه الحلوه اوبو، والهدف الاول، الهدف الاول على طول للشياطين الحمر. محمد بركات، محمد بركات، وما ادراك من هو بركات. الدينامو، الدينامو اللي بيتحرك في كل مكان في كل حته، واولى الاهداف في لقاء جديد. شوف ابو تريكا، يا الله على الباصه الحلوه ابو تريكا، والاستلام وتصويبه حلوه في الراس اليمين على يمين محمد عبد المنصف، واولى اهداف هذا اللقاء وهدف اهلاوي بقدم محمد بركات في الدقيقه 17 من زمن واحداث هذا الشوط، الشوط الاول. وطبعا ما فيش كلام، استطاع بخبره كبيره والهجمه جوه جول من زمن واحداث هذا الشوط الشوط الثاني. عادي تعدي تعدي محمد بركات، بركات يا جماعه، والمشكله مشكله كبيره، مشكله كبيره، الاثنين خلفي دفاع طول من ابراهيم سعيد ومعتزين، ولكن ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم، لان طبعا المراكز دي مش بتاعتهم خالص، بتاعت محمود محمود. يعني دي مباراه الذهاب اللي انتهت 2-0 بالهدفين للزئبق بركات، مباراه العوده بقى انتهت 2-1 بركات وعماد متعب. لكن كمان زي النهارده، لكن في 2015 يعني كمان من سنتين فقط، الاهلي برضه فاز على الزمالك 3-2 في كاس السوبر المصري. سجل اهداف الاهلي عبد الله السعيد هدفين مؤمن زكريا، هدفين لمؤمن زكريا، نفكر حضراتكم بيهم في 15 اكتوبر 2015. جاب الشمال وراح في اليمين، عرضيه ومرسي يا راجل، وخطيره وخطيره، هوبا والهدف، هوبا والهدف، يا سلام عليك يا عمر يا جابر، حلوه 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 حلوه، في البرج البعيد، في البرج البعيد، يا يا على الارتداد من رامي ربيع، هيعلق هيعلق هيعلق، ارضيه وعايز يسدد، مفيش وقت للكلام ده، طويله مره ثانيه في اليمين، اطول من لازم، يتدخل ويدي ايه، ضرب الجزاء، يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك، وادي واحده كده من حاجات حماده طلبه، يقع على الارض رمضان، يا راجل يا راجل يا حماده يا طلبه، ولا كان ليها لازمه على الاطلاق، يا نهار ابيض على الكوره، الكوره عبد الله السعيد عمال يطلع من بقه وياخد من مناخيره، عايز يخلص من الكوره، الشناوي وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيقرا عديه ياسين، عايز يخش ويحط ويخلص، عبد الله السعيد وهوبوه، يا عيني عليك يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحية، حلوه 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 حلوه، اعصاب من حديد حطها وقال له لا مؤاخذه يا شناوي، مش هتطلع كسبان الشوط الاول ابدا. طويله مره تانيه وخطيره المره دي، وليد سليمان وايه، وليد سليمان وايه، وايه ضرب الجزاء وانذار، انذار لمين، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا كوفي، اتقلبت الغداره، اتقلبت الغداره، كره القدم قلبت وشها التاني على نادي الزمالك بعد ما كانت فاتحه دراعتها بالكامل، روعة الروعة من المعلم حسام غالي، وكوفي يخش كده بشكل غير احترافي، وليد سليمان يضحك عليه وياخد من رجليه ضرب الجزاء، يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعامة، مين اللي هيشوط؟ عبد الله سعيد، هو هو، هل هي فكرة ذكية؟ هنشوف. عبد الله سعيد هل نفس الزاوية؟ هل هيغير الزاوية؟ خد نفسك من مناخيرك وطلع من بقك وارحم بقلبك، وهوبا يا عيني عليك، يخرب عقلك يا راجل، ده انت اعصابك ميته يا ابني، ده انت واخد حقنه بنج ولا مورفين، حلوه 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 حلوه، ولمسه مؤمن زكريا، مؤمن يحطها في الشمال، خطيره 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 خطيره، وهوبا والهدف، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا، يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا، يا على الجمال يا على الحلاوه، بص رمضان بص رمضان، وادي الشناوي، وادي مره ثانيه مؤمن زكريا، ارحم يا مؤمن ارحم يا مؤمن، حلوه 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 حلوه، يا عيني
يا عيني يا جمالها يا دلالها، 3-1 النادي الاهلي. شوف الكوره، سبحان الله، طويله خطيره خطيره خطيره، والهدف. بقول لحضراتكم لسه بدري، بقول لحضراتكم لسه بدري. حلوه 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 من كهربا، غمزها بوش رجله الخارجي، روعه. يعني هدفين عبد الله السعيد وهدف مؤمن زكريا، ربنا يسهل ونشوفهم باذن الله يوم الاحد. انا عايز بس الناس تشاور على اي يوم. هنجيب لهم اجوان زي كده. اختار انت. لكن نطلع لفاصل سريع طبعا، ونرجع نشوف كل الرجاء الوصول للنجم ان شاء الله. نفس ال الكورة والجماهير، احنا هنا بنناقش كل حاجة. يلا بينا ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاة، كل لحظة بتجيب كل همسة. دي الكاميرا اللي هبصلها. تاني كل اخبار الرياضه، ننقل لكم كل حاجه. النشره الرياضيه، هنقدم لكم الحقيقه ونكشف كل حاجه. ملك وكتابه. تاني تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده، دي ما تخافش عليها. احنا هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. اهلا بكم سيدي قناه الاهلي في كل مكان. الاهلي يحقق رباعيه نظيفه. سعد 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 مع الاهلي لحظه بلحظه. كل الاخبار والانفرادات الخاصه بالاهلي في أي زمان وفي أي مكان، ننقلها لكم يوميا وحصريا.
الأهلي صوب أعيننا في النشرة الرياضية على قناة الأهلي. قام المهندس محمود طاهر دائما في قلب الحدث الأهلاوي. مور النادي الأهلي في كل مكان. النشرة الرياضية في الأوقات التالية على قناة الأهلي. الآن اهلا بحضراتكم من جديد. الرجاء الوصول للنجم ان شاء الله. فوز الاهلي النهارده برباعيه على الرجاء مهلت اللعيبه او هيئه اللعيبه في اجواء معنويه ان شاء الله تكون جيده لمباراه النجم. هنقول لحضراتكم بعض العناوين السريعه لبعض المواقع ومواقع الصحف بالذات. موقع الوطن قال رباعيه سهله للاهلي في شباك الرجاء قبل موقعه النجم. اليوم السابع قال الاهلي يستعد للنجم برباعيه في شباك الرجاء بالدوري العام. والمصري اليوم قال الاهلي يكتسح الرجاء برباعيه في الدوري قبل مواجهه النجم الساحلي. والشروق الاهلي يكتفي برباعيه في الرجاء قبل مواجهه النجم، خدوا بالكم النجم حاضر على طول. موقع في الجوله الاهلي يسحق الرجاء برباعيه بعين على النجم. ويلا كوره الاهلي ينذر النجم برباعيه قبل الرجاء او في الرجاء بالدوري المصري. وصدى البلد قال الاهلي يكتفي باربعه اهداف في اولى مؤجلاته استعدادا للنجم الساحلي. والكابتن حسام البدري بدوره ايضا في تصريحاته قال الاهلي من خلال هذه المباراه استعد جيدا للنجم الساحلي، وقال ما عندناش مشكله في الغيابات لوجود بدائل كثيره في الفريق، ووفره البدائل امر ايجابي جدا ولا يزعجني ولا يعمل لي مشكله. والكابتن عماد النحاس ايضا تمنى الفوز للاهلي على النجم الساحلي وشكر لعيبته على الأداء في مباراة النهاردة، لكن قال إن أنا عندي مشاكل كبيرة جدا في الفريق خلال الفترة اللي جاية، بيتمنى إن شاء الله تعالى إنه يتجاوزها. طبعا إحنا مش هنتكلم كتير على الرجاء لأن إحنا لسه خارجين من استوديو تحليلي. صحيح، واخد بالك. هشير لك في حاجات مهمة قوي. هشير لك سريعا للنجم الساحلي. هو راخر الأهلي استعد له برباعية في النجم في الرجاء. النجم الساحلي لعب مباراة ودية مع فريق نجم المتلاوي، فاز النجم الساحلي بهدفين سجلهم بنجورة في الدقيقة 50 وعمر مرعي مهاجمه المصري في الدقيقة 80، وسجل أنيس العياري اللاعب الدولي هدف الفريق الآخر في الدقيقة 62. والكابتن حسام البدري زي ما قلت لكم بيأكد على أنه عبد الله السعيد ووليد سليمان هيشاركوا في التدريبات، وانه الحمد لله مفيش ما يمنع من مشاركتهم الطبيه. وهشام محمد موجود وبتاع الحقيقه. بس القضيه المهمه بقى استاذنك، اي اصابه بتزعلنا؟ قلنا العداله فين؟ قالوا الغلط متعه. ما هو كده. حلو الموال ده انت. ده موال ده عايز محمد طاهر. اليومين اللي فاتوا القضيه قضيه تحكيم، وحتى النهارده الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمره الصحفي الساخن اعلن عن رغبته في استخدام حكام أجانب فيما يتعلق بمباريات الزمالك، وقال إن الزمالك هيتحمل هذه التكاليف وهيبعت لاتحاد الكرة بهذا المعنى، وقال إنه ما يتعلق بمباراة سموحة والزمالك حكام أجانب. وطبعا في كلام كتير على الاتحاد. على فكرة والله ده حل موضوعي جدا. يخلصنا من الدوشة، من الإشكالية دي، لأن دي إشكالية. انت صحيح، كل مباراة هتبقى في هذا المأزق، والحكام دلوقتي مش في وضع طبيعي. صحيح، بكل الاحوال يعني. صحيح، الزمالك من حقه يشتكي من الحكام زي الاهلي او اي نادي، وكل نادي هو حر في مستوى وشكل الاحتجاج ودرجته وطريقته ولهجته، كل ده، ويبقى اتحاد الكره هو من يفصل في الوضع ايه. لكن ما يعنينا هنا في ملك وكتابه الا يشار في شكوى حد ان ده لصالح النادي الاهلي. ده اللي احنا بنقف عنده. اشتكي براحتك، لكن ان يكون الكلام ان اللي بيحصل ده في مباراه للزمالك مع طنطا، الزمالك له ضربتين جزاء لا خلاف على كده، ضربتي جزاء طنطا فيهم كلام لا خلاف على كده، بس الاهلي ماله؟ لما يكون التشكيك ان ده بهدف اهداء البطوله للنادي الاهلي، لا، هنا لازم نتوقف لاستجلاء الحقائق. الاستاذ مرتضى منصور في مداخله مع الدكتور عمرو عبد الحق في قناه صدى البلد، نسمعه وندخل في الموضوع. أنا
مش هضحي كل سنه بملايين عشان اجيب لعيبه عشان اعدي الدوري لحد تاني. انا مش في التمثيليه دي، والنبي لو عدموه مش هنسكت. بقول لك مش هنسكت. واللي عايز يا بيه تعمل تمثيليه ان ال 15 نادي ولا ال 17 نادي كومبارسات كده وفي الاخر تهدي نادي معين الدوري، ما عندناش مشكله. بس انا مش في، انا مش كومبارس، انا مش شاري لعيبه بملايين عشان ضربات جزاء ما بتتحسبش. اتفضل يا باشمهندس. يعني هو الاستاذ مرتضى منصور ما جابش سيره الاهلي، قال نادي معين. يعني هو ممكن يكون قصده على المقاصه مثلا اهداء الدوري لنادي معين، يعني نادي معين مش احنا. احنا ما حدش بيهدينا حاجه، احنا بنكسب. هو حد بيدينا هدايا؟ لا ده بالعكس. ده احنا بيلموا مننا نقط يوزعوها على الناس. هو ماتش طلع على الجيش ده مش كان مهرجان؟ الزمالك، الزمالك اتعادل مش كده؟ يعني خسر نقطتين مع طنطا 1-1. الاهلي اتعادل مع طلائع الجيش، يعني اول طلعه، اول طلعه، يعني برضو خسر نقطتين. حجم الخساره هنا هو نفس الحجم الخساره هنا. الزمالك ما اتحسبلوش ضربتين جزاء، موافقين. الاهلي ايه اللي حصل له في طلائع الجيش السنه دي في اول مباراه وفي اول طلعه؟ مش هنتكلم احنا، نفكركم راي الكابتن جمال الغندور في حجم خسائر الاهلي في مباراه طلائع الجيش عشان نشوف كفتي الميزان مين اللي بيهدي مين والتمثيليه ماشيه ازاي. نروح لاول حاله من الحالات الجدليه الكبيره في المباراه. هنشوف عرضيه، وهل هناك، ما سبب سقوط اللاعب؟ إذا لقينا اللاعب كان في الأمام وحصل التحام هنتكلم عن التحام طبيعي، لو كان في الخلف يبقى هو اللي عمل الفاول. هنا إيه اللي أسقط لاعب النادي الأهلي؟ هل ده التحام طبيعي؟ هل تسبب لاعب النادي الأهلي في هذا الخطأ؟ هل الالتحام بالجسم أم باستخدام اليدين؟ أعتقد أن الصورة واضحة تماما أن هناك استخدام لليدين معا، وبالتالي هذا دفع، والدفع في كرة القدم هو خطأ من الأخطاء التي تحتسب على إثرها ركلة حرة مباشرة. إذن هناك ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء تكون ركلة جزاء. نشوف حالة من الحالات السهلة وركلة جزاء لم تحتسب لصالح عبد الله السعيد. هناك مبدأ بنتكلم عنه دايما سواء على الأرض أو في الهواء، طالما أن المهاجم نجح في لعب الكرة أي تلامس معاه يعاقب عليه حارس المرمى، والتلامس واضح بغض النظر عن أنه يبين أو ما يبينش. إحنا بنتكلم هنا عن إما أنه عبد الله السعيد تحايل أو أنه الحارس لمسه، واللمس هنا يسقطه، وبالتالي ركلة جزاء سهلة لم يحتسبها الحكم. يوم السقوط ويوم منطقة الجزاء هنشوف مع بعض هنا، هل هناك خطأ أم لا؟ استمر اللعب، هل هناك خطأ وإتاحة فرصة أم أن الحكم لا يرى أن هناك خطأ؟ هنحاول نشوف اللعبة مرة تانية. ارجع بقى للقطة دي، السؤال من لعب الكرة؟ لاعب الأهلي. ماذا فعل لاعب طلائع الجيش؟ ضرب، ضرب اسمه ضرب بالرأس في الرأس، ضرب، الضرب الرأس في الرأس هذا لا يمكن أن نتحدث فيه عن الالتحام الطبيعي. نفس الشيء، ارجع للصورة دي ونيمهم الاثنين على الأرض، يعني اعكس الصورة خليها بالعرض زي لعبة حارس المرمى لو عظيمة جدها لي تاني بعد إذنك. هي نفس المنطق، نفس المنطق في احتساب الأخطاء. نحن نسعى للعب الكورة احنا الاثنين، واحد لعبها والتاني اصطدم بيه، يعاقب اللاعب اللي اصطدم. اللاعب اللي حصل على الكورة هو اللي هياخد الميزة. عيد لي ركلة الجزاء بتاعت حارس المرمى بعد إذنك يا عظيمة عشان نحط نفس المبدأ. اللي فوق في الهواء زي اللي على الارض بالظبط، انا بلعب الكوره، انا وصلت للكوره وانت ما وصلتش للكوره، انت اللي هتحاسب على اي، انا بقول هنا ايه، اي احتكاك، ما قلتش ضرب، اي احتكاك. دي ركله جزاء كلنا متفقين عليها. نفس الشيء لو الكوره في الهواء وحارس المرمى طلع يلعب بايده واللاعب وصل للكوره وحارس المرمى احتك بيه، احتك بس، لكن انا شفت هنا ضرب في الراس. اذا هناك هتبقى الثانيه اللي يتحسب تحت على الارض
هنا هو اللي يتحسب فوق. هات لي بقى المقارنه باللعبه الثانيه بعد اذنك يا عظيمه. ايوه نفس الشيء، هي نفس الشيء، ما اقدرش اتكلم عن احتكاك طبيعي، في ضرب راس بالراس، اذا هناك ركله جزاء اخرى في هذه الحاله. وفي ضربتين جزاء تانيين. ها الماتش ده كان فيه خمس ضربات جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي، واحده بدراع مفرود للاخر اتحسبت على النادي الاهلي في دراع ملموم. ها ضربه جزاء، يعني الماتش ده اتحسب على الاهلي ضربه جزاء فيه، وكان من بره ومش لا من جوه، بس واحد لمم ايده كده فجت فيها، الثاني عامل كده وجت فيها. ودفعه بتاعت وليد ازارو تاني، واللي قاله كابتن يعني حتى حسام البدري قال انت لو وقعت كنت خدتها، ما كانش حد قاله يعني. طيب وقتها مع كل هذه الوليمه من ضربات الجزاء الصحيحه اللي ما اتحسبتش واللي الكابتن جمال الغندور قدرها فقط بثلاثه، مع انه في وقائع اخرى زي ما المهندس عدلي اشار، كابتن الشناوي حسبها بقى بالظبط، ومع انه الزمالك في مباراه طنطا كان له ضربه قلنا خليهم ضربتين عشان نحاسب بالواسع شويه، مع كل ده يوم مباراه الاهلي وطلاع الجيش كان راي الناس في ان الخطا ايه بقى؟ نفكركم براي الاستاذ مرتضى منصور بعد مباراه الاهلي وطلاع الجيش اللي احنا نفسنا يمتد هذا الراي لنهايته، نفكركم. نرجع بقى للحته الاهم، حكي لما كلمتني في الاذاعه قلت لي ايه؟ ايوه اتفضل. هل هي من اخطاء الحكام جزء من اللعبه؟ ولا مش نتفق من اول الموسم؟ لو هي جزء انا ليا ضربتين جزاء وهسكت. كويس. لو هي مش جزء لا مش هسكت. يعني طب انا عايز اسمع بقى رايك انت الشخصي. انا قلت لك انا رايي خلاص لا جزء خلاص. يعني حيث رايك ان اخطاء الحكام هي خلاص جزء من اللعبه. الله ينور. جميل. وانا قلت لك الكلام ده مش جميل. عشان امبارح. جميل. لما قلت لك الكلام ده وتفتكر امتى؟ حصل. من بعد ماتش الاهلي على طول بالظبط والطلاع الجيش. حضرتك انا سالتك سؤال واضح قلت لي اخطاء الحكام جزء يعني من لعبه كره القدم. كده خلاص خلينا نتفق من قد الموسم. نتفق على كده. ما ينفعش ناخد ماتش وماتش. جميل. طيب دي حته. المشكله دي حته جميله جدا احييك عليها. الجزء السؤال الثاني بقى اللي انا سالته. السؤال الثاني اللي سالته لحضرتك. هل مقبول ان حد خلاص احنا اتفقنا جزء بقى من اللعبه. هل ينفع بقى ان انا الموسم ده حد يتغلب بخطا تحكيمي اللي هو جزء من اللعبه يبعت يقول عايز اعيد المباراه، هل ينفع ده يا مرتضى بيه؟ لا احنا عايزين نتكلم في حاجتين. عايزين نتكلم مبدا عام ونتكلم ماتش امبارح. اتفضل. عايزين نتكلم مبدا عام، ما دام اتفقنا من اول الموسم ايوه يبقى كلنا كده ايوه هنتحمل الاخطاء ومش هنتحمل الخطايا. ايه الخطيه؟ ان واحد يبقى في منطقه الجزاء اهو جوه منطقه الجزاء واخد بالك والواد ماسك الكوره بايده اهو عادي اهو تمام؟ لا 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 يا اما نتفق ان اخطاء التحكيم هي جزء من اللعبه والا كده يبقى احنا بنفصل يا مرتضى بيه. اتفضل. في اخطاء وفي خطايا. الخطيه ان الحكم بيبقى متعمد. هنعرف منين هو متعمد؟ يا فندم ما هو بيبقى يعني كوره ايه؟ كوره مش اوف سايد ودخل الجون ومالهاش علاقه بالاوف سايد تمام؟ انا اقول لك دي ايه؟ اقول لك لا طبعا الكره دي جون تمام؟ سواء بالاهليه او عليا ومع ذلك خلينا نتفق من البدايه. خلينا ناخد مبدا واحد كده من البروتوكول من البدايه. من الاول ايوه حضرتك موافق انها من عناصر يعني من اللي بتسموها جزء من اللعبه الاخطاء او مش منها. لو قلنا لا مش من اللعبه يبقى كلنا مع بعض يبقى نعيد كل يوم ماتش. ولو قلنا ان هي جزء من اللعبه زي ما حضرتك قلت. ما قلتلكش بقى لو قلنا جزء خلاص. يبقى ما فيش حاجه اسمها عيد وما تعيد والكلام. ماليش دعوه بماتش امبارح. يعني احنا متفقين دلوقتي يا مرتضى بيه ان الاخطاء الحكام هي جزء من اللعبه دي واحد، اثنين لا يجوز على الاطلاق ان اي نادي تحت اي مسمى يطلب اعاده مباراه. ما دام قلنا من اول الموسم ده البروتوكول بتاعنا. وحضرتك موافق على ده. من بدايه الموسم. 10 على 10. لو جينا مشينا على سطر وسيبنا سطر. لا خلاص بقى خلاص بقى. يا جماعة أصل هي المسألة والله العملية في ضبط المصطلحات فقط. أخطاء التحكيم ضد الأهلي جزء من متعة اللعبة وجزء من اللعبة. خلي بالكم أخطاء التحكيم ضد الأهلي جزء من اللعبة. والله ينور.
الله ينور. هو ده ضبط المصطلح. يعني هو حتى كان في محاوله الخطا والخطايا، فالكابتن مدحت شلبي قال له خلينا نتفق في الاخر، اتفقوا على ان المبدأ العام كلنا هنضحي وكلنا هنتحمل اخطاء التحكيم. ولكن بمجرد ما حدث من وجهه نظر صاحب الحق ان خطا قد اصابه، الدنيا اتغيرت. ولذلك احنا بنقول ايه، هو طبعا فكره ان الحكم يقصد ولا ما يقصدش يعني النوايا مش هتقدر تخش فيه، لكن لما حكم خمس ضربات جزاء في ماتش ما تتحسبش، ما تبقاش اخطاء بقى، ما تبقاش اخطاء. الزمالك من وجهه نظر المحللين حتى قالوا الضربتين الجزاء اللي اتحسبوا، واحده دخلت واحده اتصدت، يعني ممكن يعد، ممكن يعد وممكن يتحسب، بس بالمعيار ده كان يبقى الزمالك له ضربه جزاء كمان بنفس معيار الدفع الخفيف ده، كان يبقى الزمالك له ضربه جزاء. اذا المعيار الواحد في المباراه الواحده هو ده اللي بيعنينا في مباراه الطلائع. يا استاذ ابراهيم المعيار لم يكن واحدا اطلاقا، اتحسب عليك ضربه جزاء مشبوهه، التاتش بول هنا ما حسب وهنا ما حسبش. وهنا ما حسبش خمسه قدامه. يعني نقل اللي يعجبك يا اخي. لكن طيب وقتها، دلوقتي الكلام على انه محمود بسيوني حكم مباراه الزمالك وطنطا راجل مجرم ولازم يتعاقب ولازم يتشطب ولازم يختفي من الحياه الكرويه خالص، والكلام على انه الراجل ده ما بيحبش الزمالك، الراجل ده السنه اللي فاتت ما حكمش اي مباراه للزمالك وحكم مباراه واحده للاهلي اتعادل فيها الاهلي مع الشرقيه 1-1، فحتى مش صاحب سوابق، لا صاحب سوابق في مجامله الاهلي ولا صاحب سوابق في معاداه الزمالك، لكن ما علينا. قلنا كل حد من حقه يحتج ويعترض بالمستوى والدرجه والشكل اللي يراه مناسب ليه، المهم اتحاد الكره يقبل ما يقبله ويرفض ما يرفضه. لكن احمد حمدي اللي حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش اللي تغاضى عن حزم ضربات الجزاء بوضوح غريب جدا، وقت ما الناس اتكلمت على انه حكم زي ده لازم يتوقف او يتعاقب او يبعد شويه يحاسب، كان راي الاستاذ مرتضى منصور ضد حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش نفكركم بيه. انا قريت ان الحكم اتوقف، وفعلا كان وقوف، فعلا عصام افتح كان وقف، لكن طول ما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لن يسمح بعبث، لانه اتقال هتوقف ده اي حكم، وعصام سامعني وعارف انا قلت له ايه، اي حكم يا عصام في فاول الزمالك مش هحسبه وما وقفتوش هتبقى السنه السوداء. اي حكم هيبقى في فاول للزمالك وما يتحسبوش وما يتحسبش، لو ما توقفش هتبقى سنه سوداء. لكن ده كان علشان ليه احمد حمدي حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش يتوقف، فبالتالي تاني يوم ما توقفش. لا، والاستاذ مرتضى قال لك انا عارف ان الحكم اتوقف، لكن بعد هذا الفيديو اللي موقع نادي الزمالك الرسمي بثه طلع السيد عصام عفتاح عشان يقول الحكم ما توقفش. يا عم طيب، يعني انتوا اللي قلتوا، انتوا كاتحاد كره انتوا اللي قلتوا الحكم اتوقف، لمجرد ان اتقال لا ما يتوقفش والا هنطالب، رجعوا قال لك ما توقفش. ما احنا قلنا هيتوقف ليه؟ لان الاخطاء وارده طالما انها بتحدث ضد الاهلي، وغير وارده وتبقى خطايا لو حدثت لغيره. هي هو ظبط مصطلحات، بس الناس لازم تفهم يا جماعه الموضوع هيمشي كده. طيب استاذ مرتضى منصور قال انا قلت للكابتن عصام عبد الفتاح وقلت له اياك، طلع في نفس اليوم او تاني يوم الكابتن عصام عبد الفتاح مع الزميل محمد شبانه نشوف رد بيه. قدامي خبر بيقول ان رئيس نادي الزمالك قال في تصريحات لي انه ان انت حضرتك اصدرت قرار بايقاف الحكم احمد حمدي حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش، وان هو اتصل بيك وخلاك تتراجع عن هذا القرار، وقال لك انه لن يسمح بانه الزمالك يتعرض لاي ظلم، وانه لازم تستعين بالحكام اصحاب الخبره فقط في مباريات الاهلي والزمالك. صحه هذا الكلام؟ يعني انت عايز اجاوب على السؤال ده ازاي؟ عاوزني استعيد شويه شخصيه المستشار مرتضى منصور وحلف لك بالطلاق؟ يا سيدي عليا الطلاق ده ما حصلش. ما حصلش.
انا بعرفك بالطلاق اسف واسف للساده المستمعين يعني ان انا بعمل كده ما حصلش. كنت انا بسالك الحلفان الطلاق ده على ان حضرتك ما اوقفتش اصلا احمد حمدي ولا على المكالمه انها ما حصلتش مع المشار مرتضى ولا على انها حصلت بس ما جابلكش سيره الموضوع وافلاك عن ايقافه؟ لم تحدث مكالمه مع اصلا بصراحه بقى يعني بصراحه انا اللي حصل ما بيني وبين المستشار مرتضى عشان الناس تعرف ان انا يعني انا ما بحبش اتعامل في الظلام، بحب اتعامل في النور لان ما بخافش من حد ولا اتخن تخين، انا راجل عسكري وما حدش ماسك عليا حاجه. فارجو ان احنا نبدا موسم محترم. المستشار مرتضى منصور بعد الماتش الاول لنادي الزمالك بعت لي رساله ايه يعني الراجل ما غلطش فيها، بيقول لي احنا هنبدا من اولها الزمالك تعادل اعتقد مع الانتاج اول مباراه تمام واحد واحد. بعت لي رساله الراجل بيقول لي هو احنا هنبدا من اولها الوساخه في الرساله، انا ما رفضتش عليه لان انا الحقيقه لا ما فيهاش حاجه بصراحه الرساله دي يعني بصراحه فعلا ما فيهاش حاجه يعني فانا ما رفضتش السبب لان انا محترم انا راجل محترم ما بقى يعني ايه ماشي يعني اعتبرت ان دي ما اعتبرتوش ان هو انا رئيس نادي الزمالك، اعتبرت ان هو مشجع من الناس اللي يعني بقى بيثيروا على نادي الزمالك متعصب لنادي الزمالك شيء طبيعي رغم ان التحكيم ما حصلش فيه اي حاجه يعني تمام. الرساله عندي على التليفون تمام. بعد ماتش الاهلي كانت رسالة تاني برضو من معالي المستشار مرتضى منصور. قال لي مش عارف ايه وبتاع وانا والحكم توقف وانت وقفت الحكم وانا مش هسمح ب ولو انت ذكر مش عارف ايه بعت لي، قلت له انا لا بخاف منك ولا من اللي اتخل منك وانا ذكر 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 وانت تعرف ده تمام. يعني هو انت بتذكره طبعا احنا اتكلمنا وتوقف الكابتن وتحاسب الكابتن سعد عبد الحفيظ على كلمة يعني تغرم غرامة كبيرة على انه قال انه قلة خبرة وحاجة زي كده يعني. واحنا وقتها قلنا ان وساخة دي يعني اعتبرها يعني يمكن ايه تعملها كده وخلاص يعني ما كانش يقصد انها شتيمة، واعتبرها الاستاذ الكابتن عصام ان ما فيهاش حاجة، ودي برضو اذا وجهت معايير لان لجنة المسابقات لا ما حسبتش عليه وحسبت الكابتن سعد عبد الحفيظ. والنهارده بكل اللي حصل بعد المباراه وكل الهجوم على الحكام ما سمعناش من لجنه المسابقات اي قرار على البلطجه والبلطجيه والمرتشين ما سمعناش. لكن حتى طنطا يعني نفس الطرف على فكره الاستاذ مرتضى من حقه يقول هو عايزه، انا لا الومه طالما انه حاسس ان ده اسلوب بينفع يعني طنطا هو نفس طنطا والسيد البدوي هو نفس السيد البدوي، واللي تعرض له اخونا يمكن عصام عبد الفتاح كمان بعد مباراه الزمالك وطنطا برضه طنطا نشوف في قناه ال تي سي قال ايه على ما يتعرض له من هجوم. انت عارف مين اللي وصلنا لده؟ اللي وصل اهتزاز الحكام واستقالتهم في انفسهم قله الادب والبلطجه. خد مني انا بقى الكلام بقى الصح بقى. قله الادب والبلطجه. كم حكم ما بيحكمش نادي الزمالك يا كابتن خالد؟ كم حكم؟ اكيد انت عارف كم حكم افضل الحكام في مصر. النادي الزمالك مش عاوزه، المرتضى منصور مش عاوزه. الله اجيب من بيتنا يعني حكام يحكموا وبعد كده يقول لك ما تجيبليش حكام صغيرين، عاوزين الاهلي والزمالك عاوزين حكام دوليين، هتجيب منين؟ هتجيب منين؟ انا بقول لك اهو لو انا كملت فن الحكام، لان انا لو الحكم ده او التحكيم المصري ان كل الحكام دلوقتي مش عاوز يتحكم ومرتضى منصور موجود. ليه؟ لان الحكام ما بيقبضوش ولو ما خدناش حقنا بلاها تحكيم وبلاها رئيس لجنه. انا بس بعض برضه الانديه بترفض حكام يا كابتن عصام مش نادي الزمالك بس، يعني بعض الانديه بدون ذكر اسامي بترفض برضه يا كابتن عصام مش نادي الزمالك. انا قلت ان احنا الهجوم جاي من النادي الاهلي والزمالك السنه دي، انا بقول يعني مش الزمالك بس، انا قصدي مش الزمالك. انت حددت دلوقتي يا كابتن قلت المرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعلى حد علمي ان بعد لقاء طلاع الجيش ما الاهلي كان ليه ثلاث ضربات جزاء كابتن حسام قال الاخطاء وارده بس ما تكون ثلاثه ما تبقاش وارده. يعني ايه ما تبقاش وارده؟ لا هربطيت وقلت الاخطاء وارده في كل الدنيا وجالنا على فكره بقى ماشي يا كابتن اما انا بحكي لك اهو جالنا احتجاج رسمي من النادي الاهلي شديد اللهجه ورافضين عليه
ما يعنينا في الفيديو ده للكابتن عصام عبد الفتاح اول جملتين، اجيب منين حكام يحكموا للزمالك؟ الزمالك رافض كل الحكام الكبار، عارف الكلمتين دول، فبنضطر نجيب حكام صغيرين، فيتقال ليه جبتوا حكام صغيرين بخبره اقل. الفيديو ده يفكرنا باللي الكابتن عصام عبد الفتاح قاله، لحد هيتدخل في التعيينات، لا في حنادي معين هيطلب حكم معين او هيطلب تجنيب حكم معين، ومحدش هيملي علينا اي اختيارات، والكلام اللي قاله رئيس اللجنه. ماليش دعوه بقى باللي بيقوله وبينقده الكابتن عصام، الله يكون في عونه. انما انا ليا دعوه بان ازاي بنقبل كلنا في مجال رياضي كلمتين زي دول، الدنيا تتقلب في اي بلد فيها اتحاد بيحاسب الدنيا. ده معناه ان في تدخل سافر في عمل الاتحادات، تدخل سافر في عمل الحكام، كلام ده بره بيقلب الدنيا، ده معناه خطير جدا، ما يتقالش بالبساطه دي. انا اجيب له منين؟ ما هو كل ما اجيب له حد بيعترض عليه. الخطا مش عند اللي بيستبعد. الدنيا هنا جامده ما بتتقلبش بسهوله يا فندم، هنا بنقبل حاجات غريبه جدا. ولذلك طول ما هذا التراخي موجود في مواجهه هذا الكلام، ما عملوش ليه؟ انا بالعكس، يعني لولا ان انت بتحاول ان يعني كاظمون الغيظ برضه بيبقى لهم، لا نعمل كده احنا كمان. لكن خليك بقى كابتن شناوي كمان هو بيربط الاخطاء عايز استفاد منها، يعني عايزين نشوفه ده. طيب زمالك وطنطا في الموسم الماضي اشمعنى كان نفس حلو طنطا ساعتها ونفس الحمص؟ نشوف. اول حاجه الحكم قريب، هو احنا وقفنا كده الحكم اهو الشكل ده اهو عنده، كان زاويه رؤيه كان شايف ورايح بيرتد تاني، نشوف الحاله لما تتعاد. شوف اللاعب شد الدفع، في شك ان على حسني شده شده ماسكه يعني وده وكل حاجه. ركله الجزاء اللي جايه دي انا في الاعاده تشوفوها يعني، وهو قريب يعني لما تيجي تقارنها باللي حسبها، شوف هنا اللعيب بيزق ازاي، بص دفع بيدفعه ازاي، والكره في اللعب وداخل وهو قريب ازاي، انا موقف اعمل بوز عشان خاطر اللعيب ويقول لك مفيش حاجه. دونجا. نيجي بقى للعبه الاخيره، وهي لعبه يعني انا عايز اقول طرد دي. شوف اللعبه يا كباتن، بص انا موقف فين اهي، بص الرجل اهي، شايفين الرجل الجزمه الحمراء بصراحه لو لمسوا دي بينالتي صريحه. خلينا نتكلم، هي ركله، ما انا بتكلم لو لمس برجليه كده دي ضربه جزاء على الاقل يا كابتن ايمن. يعني هناخد درس من الحته دي، ان دلوقتي الحكم احنا هنا شايفين ان في ركله جزاء مش كده، وشايفين ان هو طرد لاعب وهيتوقف ماتش، يعني في عدم احصاء ضربه جزاء لطنطا. وفي حاله ركله جزاء بكده، في ركلتين جزاء، في ثلاث ركلات جزاء لطنطا لم يحتسب، ثلاث ضربات جزاء. في وجود الكابتن ايمن يونس كان راي الكابتن الشناوي واضح جدا، في ثلاث ضربات جزاء لطنطا يوميها ما اتحسبوش. واخطر كلمه اتقالت ايه بقى؟ والحكم واقف اهو شايف. الحكم قريب. طب ده تسميه ايه بقى؟ مين اللي بيقول هنا؟ يعني وقائع الحكم فيها قريب، واللي بيتكلم خبير تحكيم. تسميها اخطاء تحكيم دي ولا تسميها ايه؟ دي خطايا ولا اخطاء؟ نفس الفريق ومش ضربتين ولا ضربه، دول ثلاث ضربات. احنا بنتكلم يا جماعه عشان المعيار الواحد، لكن مع كل فوضى التحكيم اللي بتحصل واللي الاهلي سكت عليها كتير جدا عبر السنين الطويله، وبقت ترديد ماتش واحد حصل مش عارف في كام، هو ده الموضوع وهي ديت قيمه البطولات. كل ده كوم خلصنا من غنوه الاهلي بيكسب بفلوس الاهرام، طلعت فلوس حاجه تانيه جديده نسمعها. نوقف الدوري يعني؟ يا بص يا بيه صدقني، ما هو دوري من غير زمالك واهلي فول موجوده، فول موجوده، ما حدش هياخد الدوري الا فريق واحد، خد من انا. طب ما في اتصالات، ما في يا راجل، يا راجل ما في الا شركه جديده. هو اتصالات بترعى احنا ايه يا استاذ الفاضل؟ بص انا بكلم سيادتك في التليفون انا وانت، خلاص، وانا وانت بنشترك في جريمه مثلا، يعني بنقول احنا الاثنين ايه رايك يا دكتور عايزين نقتل الراجل ده. ايوه ممكن انا او انت نكون بنسجل لبعض؟ لا طبعا. طب مين اللي سجل لثروت وجيه؟ بكلموا بعض
مدير التنفيذي لاتحاد الكوره وجيه اللي هو كان لاجئ حكام. مين اللي سجل لهم؟ ده فودافون وده فودافون. يا شعب مصر فودافون بتسجل لنا كلنا. مفيش مشكله يعني. معقول ثروت هيسجل لوجيه او وجيه يسجل ثروت؟ ماشي حتى لو بيسجلوا ما بيضيعوا وقت على الفاضي، لان كل المصريين بيتكلموا بعض في كلام فاضي ومفيش اي حاجه يعني. انا بتكلم دلوقتي في الدوري، في الدوري حضرتك طول ما فودافون بترعى نادي معين انا بقول لك انسى. طيب النادي الزمالك بنلف كده من المركز الثاني للمركز الاخير كلنا مع بعض كده. ليه ما انت خدت الدوري والكاس في لا ما هو دي المصيبه بقى، ما كانش فودافون دخلت لسه. كانش لسه راح اتصالات اسرائيل. الاتصالات ما كانش لسه فودافون دخلت في الصوره. بقول لك تاني مليون جنيه طلع في شنطه. طيب تاني بقول اهو، والراجل في اتحاد الكره يعمل ده دي بلاغ، وخدهم الكبير بتاعهم خلاص، وكان الاتفاق الدوري لمين وقد كان. ايه المشكله؟ هنا خلاصة الكلام، لأن الوقت بيداهمنا. الزمالك لما خد الدوري ما كانش فودافون ظهرت. الزمالك خد الدوري موسم 2014-2015 وفودافون الراعي الرسمي لاتحاد الكرة المصري، منظم البطولة، هي الراعي للدوري. واتصالات المنافس بتاعه، والمنافس كان ليها اتصالات، هي الراعي الرسمي يعني للنادي الأهلي. يعني لا يمكن تديه دي حقائق عشان احنا ما لحقناش ننسى، لأنه 2014-2015 لسه من موسمين ثلاثة كانت فودافون راعي اتحاد الكرة نفسه وخد الزمالك الدوري. لكن فكرة ان فودافون بتسجل للناس، طيب الاهلي ماله؟ هل علشان وجيه احمد وثروت سويلم اتمسك ثروت سويلم في مكالمة اتسربت الله اعلم على انهي طريقة، ولا مين فيهم مسجل للتاني وحب على يحرمه؟ على فكرة وثروت سويلم بيقول له ودي له جهاد جريشة صاحبه عشان يريحه، ده النص المكالمة المشار اليها، هي دي اللي حصلت وقتها. لكن هل علاقة الأهلي بالفوز بالدوري آخر سنتين كان لهم علاقة بالتحكيم؟ هل حد قدر يقول الأهلي الموسمين اللي فاتوا خد الدوري بأخطاء تحكيمية؟ ألم يتعرض الأهلي لظلم كبير جدا تابعناه مع حضراتكم في حلقات كتيرة؟ ما كانتش فيه أخطاء في مباراة الزمالك وطنطا بالشكل اللي حضراتكم شفتوه؟ مش ده كله كان حاصل؟ كل نادي من حقه يعترض، كل نادي من حقه يحتاج، لكن الإشارة إلى قيمة بطولات الأهلي وعرق وجهد لاعبيه ومسؤوليه هو ده اللي بيخلينا نقف شوية يا باشمهندس. بص يا سيدي الكلام بقى من الآخر هي وجهات نظر كل واحد بيشوفها حسب انتمائه. في كلمة واحدة بس، الأستاذ محمود معروف كاتب بينتقد محمود بشوني ومن على شاكلته، هو كاتب كده وإنه ده كان جزء من مؤامرة على الزمالك، كاتب كده هو بصفته ناقد رياضي محايد. وكاتب ايه بقى؟ بيقولوا لي ان ده حكم جريء ممكن يحسب 3-4 ضربات جزاء في الماتش الواحد. قلت له اللي يحسب 3-4 ضربات جزاء في ماتش ده كمساري او هبله مسكوها طبله، ده مش حكم. الزمالك اتحسب له في مباراه القناه جمال الغندور اعظم حكم يمكن مصري في تاريخ لعب مونديال يعني صحيح، ان هو حسب للزمالك 4 ضربات جزاء يوميها وقالوا شوف الشجاعه وشوف القوه، مع انها كانت للزمالك مش ضده. يعني مع الزمالك تبقى شجاعه وقوه، امال ايه؟ مع غيره تبقى هبله ومسكوها هبله وكمساري. وكمساري هذه هي المعايير اللي بستغرب الناس بتقولها وهي في موقع انها تكون على الحكم. هي هو الناقد معه ما هو الا حكم بين الامور. ما علينا يعني، بس احنا هذه الجوله كنا عايزين نقول لكم يا جماعه والله في ازدواجيه خطيره جدا، قاتله والناس اهي عمال فاكرها حاجه مسليه يعني. لدرجة انه يتقال على حكام مرتشين، يا جماعة الكلام خطر جدا، أرجو من أي حد عنده أي ملاحظة على حكم انه مرتشي أو فاسد يبلغ عليه عشان يتبتر، لكنه اغتيال واغتيال سمعته ويفضل موجود في الملاعب ده هيحكم عشان ازاي؟ عشان الحكام برضه متوانين في حقهم. ده هيحكم ازاي؟ لأنه في النهاية أي حد عنده ملاحظة على سمعة أي حد يبلغ الجهات المختصة عشان نخلص من عناصر الفساد إن وجدت. دي كانت نهاية حلقتنا في الوقت الاضطراري اللي لعبناه مع حضراتكم على مدار أقل من ساعة ونص. هيكون بعدين الزميل محمد فاروق سعد في نشرة إخبارية وكل ما لديه من أخبار جديدة ومهمة. هل لديك أقوال أخرى؟ ما فيش أي أقوال غير أن ربنا يعديه على خير. المسابقة دي اللي واضح أن تشهد اضطرابات كتير، ويا رب
التوفيق كل التوفيق امام النجم الساحلي، وان مصر تفرح ايضا بالوطن الصغير النادي الاهلي باذن الله تعالى. موعدنا الخميس القادم، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي دائما بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.